احنا لازم نخرج من الحيز دوت ونبص على الشكل الأعم للأديان، وبالأخص الدين الإسلامي بيقدم صورة جديدة لي. الإسلام اللي بيدعو للمحبة، للإخاء، للتعاون، لنبذ العنف، وده جوهر الإسلام. فده كان أول يعني محور فضيلة الإمام كان مركز عليه، و يعني ده كان شيء رائع، لأنه بعد سنين من يعني الفرقة بين الفاتيكان والأزهر الشريف، لكن الحقيقة كان امبارح كانت فرصة طيبة جدا أنه تذوب الجليد دوت، وتبتدي نستثمر علاقات بقى جيدة للتبادل وعودة حوار الأديان والثقافات تاني. وده شيء هام جدا، لأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر. فده كان محور يعني تاني فضيلة الإمام ركز عليه. البابا فرانسيس الحقيقة أذهلنا بكلماته، استغلها وابتداها بكلمات عربية، يعني السلام عليكم، السلام عليكم، وابتدى بالسلام والسلام عليكم، وابتدى يتكلم يقول ان انا من قبل ما يجي حتى وبعد ما جه ان انا حاج لأرض السلام. انا سعيد اني انا اكون احد حجاج أرض السلام، أرض التي احتضنت العائلة المقدسة وسيد المسيح من بطش وظلم الرومان، ان انا اجي واكون اتلمس خطواته واكون في أرض السلام. بيتكلم على انه الفردوس المفتقد في ارض المحبه، والمحبه دي منبعها مصر اللي احتضنت سيد المسيح في وقت الاضطهاد، برضو كارض محبه وسلام بتحتضن كل النازحين، كل الاديان والنازحين من دول اخرى. اتكلم على احتضان مصر للالاف من اخواتنا من السودان واليمن وليبيا والعراق واريتريا، كل النازحين نتيجه للحروب وللشر في العالم، مصر دايما كانت فاتحه ايديها بالسلام وبالمحبه تحتضنهم وتحميهم زي ما استقبلت السيد المسيح. طبعا ذكر سينا ومهد الاديان كلها كانت يعني مرت على مصر، والوصايا العشرة، وفكرنا بتاريخ مصر، بتاريخ مصر كله، تاريخ اللي مذكور في كل الكتب السماوية. وفكرنا ان احنا لازم نرجع تاني لجوهر الايمان بالاديان السماوية اللي بتدعو للرحمة والاخوة.